هي ثاني زيارة رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر في ظرف 5 سنوات، زيارة تحمل عدة مؤشرات مهمة تجاه الجزائر فرنسا لتجاوز الخلافات الدبلوماسية القائمة. الموقف الجزائري واضح جدا في هذا الأمر، خاصة وأن المقاربة الجزائرية كانت لعدم التدخل أكثر في مالي، وهذا هو الطرح الصائب. الجزائر مع محاربة الإرهاب لكن بتقديرات أخرى وليس من خلال هذا التدخل الذي كان أو التدخل الفرنسي الذي كان في مالي، واليوم فرنسا تخرج من مالي. السؤال، هل انتهى الإرهاب؟ الجزائر ستدرس هذه النقاط بكل جدية وبحنكة سياسية جد قوية بموقع حكيم وقوي جدا وفق العلاقات التي تربطها بالدول الإفريقية. نزيل قصر الإليزي في مهمة إذابة الجليد وتجاوب بإيجابية ومسؤولية مع الجزائر، فطاولة النقاش ستحمل عدة ملفات هامة تتعلق بدول الساحل، منها الأزمة الليبية والصراع في دولة مالي. بطبيعة الحال زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر لن تكون بدون الخوض في قضايا إقليمية، بحيث فرنسا تعتبر الجزائر كقوة إقليمية لديها وزن أو ثقل في استقرار المنطقة، وبالتالي يجب التنسيق معها في تسيير هذه القضايا، خاصة بعد خروج الجيش الفرنسي من مالي، ولكن بقاؤه أيضا في النيجر وتشاد وبلدان أخرى، وبالتالي تعاون فرنسا على الجزائر للتنسيق في حل هذه الأزمات، خاصة وأن الجزائر لديها دور كما قلت كبير في مالي وفي حل الأزمة المالية خصوصا والأزمة المطروحة في المنطقة، زيادة إلى أن الطرفين يتفقان حول حل الأزمة الليبية بطريقة سياسية ابتعاد عن الحل العسكري الذي تتبناه بعض الأطراف الأخرى في المنطقة. المؤشرات والمعطيات الراهنة ترجح أن تشهد الفترة القادمة حسب المتابعين مزيدا من التطور الإيجابي في العلاقة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، في ظل حرص الطرفان على تعظيم مكاسبهما والحفاظ على مصالحهما المشتركة، لا سيما وأن الجزائر تسعى إلى تعزيز دورها الإقليمي في المنطقة.